بعد سنوات الحرمان تصدح إذاعة الصباح في مدرسة أروى للبنات وسط مدينة تعز. لن نستسلم للآلام، هكذا رددت الطفلة رنا وهي تغني في نشاط الصباح الإذاعي، حيث تبدو عازمة على إكمال مشوارها التعليمي مهما كانت الصعوبات. رغم الدمار بالمدرسة ونحن كمان نتعلم والأوضاع الحالية الآن بالمدينة تعز، يعني نحن شتي نتعلم من رغم دمار المدرسة. يعني قبل أيام كنا جالسين بالأرض بلا طواق بين البرد والحمى، يعني كذا ظروف متقلبة، بس عادي بدنا ندرس عشان نكمل نكون الجيل الجديد إن شاء الله. وسط ما تبقى من مبنى متهالك يحاول هؤلاء اللحاق بالعملية التعليمية والدخول في العام الدراسي الجديد، وإن بدت المهمة صعبة بسبب التدمير الذي تعرض له هذا الصرح التعليمي في العام 2015، حيث كانت الميليشيات تستخدم هذه المباني كثكنة عسكرية، ما جعلها عرضة لصواريخ التحالف الذي حول أجزاء كبيرة منها إلى خراب. تعتبر مدرسة أروى من المدارس الرائدة في الصرح العلمي، حيث تخرج منها العديد من الأجيال المتعاقبة على مر الأزمان، لكنها تعرضت للتخريب والدمار بسبب تحولها إلى ثكنة عسكرية من قبل ميليشيا الانقلاب. تحولت هذه المدرسة إلى بيوت فارغة هجرها طلابها بسبب ما تعرضت له من سلب أيضا ونهب. لأكثر من 6 عقود استمر هذا الصرح التعليمي يرفد أسواق العمل بالآلاف من الخريجين من الكوادر المتميزة، وباتت اليوم خاوية لم يتبقى بين جدرانها سوى بعض ذكريات. سيظل هذا الخراب شاهدا على أبشع جريمة ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق التعليم بتعز، ومن بين كل هذا الركام لا يزال هؤلاء الطلبة يستمدون روح الإصرار لاستدراك وتعويض ما فاتهم خلال سنوات الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.